احنا قدمنا في الاسابيع الماضيه منذ بدء تعليق الدراسه اللي كان في 15 مارس مجموعه من الحلول وعدد كبير من الاجراءات عشان نعرف نتعامل مع فتره انتشار وباء كورونا وظروف تعليق الدراسه، للجمع بين الحفاظ على صحه الولاد طبعا واستمرار التعلم عشان نحافظ على مستقبل كل الطلاب في المنظومة التعليمية كلها. احنا عشان نفتكر مع بعض قبل ما نتكلم عن موضوعنا النهاردة اللي هو موضوع منصة التواصل اسمها إدمودو، احنا قدمنا لحضراتكم المكتبة الرقمية اللي فيها المراجع اللي بنعتمد عليها علشان نحضر المشروعات وعلشان نذاكر منها بالإضافة لكتب المدرسة، وقصرنا المناهج المسؤول عنها الطلاب في جميع المراحل الدراسية لحد ما تم تدريسه فعلا حتى 15 مارس اللي فات سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، وقدمنا لحضراتكم المشروعات البحثية لسنوات النقل من ثالثة ابتدائي إلى ثالثة إعدادي كبديل عن طريقة الامتحانات في التقييم، ونشرناها الأسبوع اللي فات، وبنقدم الامتحانات الإلكترونية للأولى وتانية ثانوي، الامتحانات التجريبية الأولى ثانوي شغالة حاليا وهيعقبها في مايو الامتحانات الترم الثاني للسنتين أولى وتانية ثانوي، وقدمنا من عدة أيام كمان منصة البث المباشر للحصص الافتراضية اللي هي الستريمينج أو البث المباشر الموجودة كل يوم في أيام الأسبوع، ده بالإضافة للقنوات التعليمية اللي هي موجودة على التلفزيون المصري. فدي مجموعة من الخدمات المتنوعة اللي كلها بتصب في إن احنا نساعد الولاد سواء اللي عنده إنترنت أو اللي ما عندوش إنترنت. النهاردة احنا بنقدم منصة إضافية تكملة للبوكيه ده من الحلول. المنصة دي هتبقى في كل مدرسة في مصر من مدارسنا الحكومية عشان الطلاب يتواصلوا مع المعلم في تحت إشراف ولي الأمر على فصل افتراضي يوازي الفصل الحقيقي. فأنا لو عندي 6 فصول بخشهم مع 6 من السادة المعلمين في مدرستي هلاقي إن الفصول دي عندي فصول افتراضية بخش فيها بلاقي زمايلي هم اللي كانوا معايا في الفصل والمعلم بتاعي، والإضافة إن ممكن أولياء الأمور كمان تبقى أعضاء في على هذه المنصة والتابع مع أولادها اللي هم بيعملوه. النهاردة موضوعنا هو هذه المنصة، بس أنا عاوز أقول المنصة دي مش معمولة فقط علشان موضوع كورونا الحالي ولا عشان المشروعات بالتحديد، المنصة دي جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، فإحنا مهتمين بها في الفترة دي وفي السنوات القادمة. هي حاليا في مرحلة إعداد وإنشاء، إحنا اضطرينا نعملها في زمن قصير جدا ما زادش عن 10 أيام، وهتشوفوا حضراتكم الأعداد اللي موجودة عليها، فإحنا بنبنيها مع بعض، هنقول لكم إحنا وصلنا لفين وإزاي حضراتكم تخشوا عليها. للي سمعنا ومنشغل بقدرته على الدخول على الإنترنت، احنا دلوقتي في ناس كتير تقدر توصل الانترنت وفي ناس تقدر توصل عن طريق زملائها اللي عندهم الميزة دي، ولكن لمن لا يستطيع الدولة بتفكر بدءا من الخريف القادم ان شاء الله يبقى في حلول للجميع بأشكال متنوعة للوصول إلى الإنترنت إن شاء الله، بس هنستحمل الفترة دي نعتمد على بعض لحد ما نوصل للنقطة دي. تعالوا مع بعض يمكن قبل ما نكمل الكلام عن ده نشوفه بعنينا، وحصل جدل كبير على السوشيال ميديا أخش إزاي والكود بتاعي أجيبه منين وكده، دي الحاجة اللي احنا عاوزين نعملها مع بعض دلوقتي. هناخدكم مع بعض نفتح حساب جديد، هعتبر نفسي طالب وأخش على النظام ونشوف هو سهل جدا إزاي نخش عليه، ولما نخش هنلاقي إيه جوه. تعالوا نعمل الحكاية دي مع بعض. طيب احنا اتفقنا ان ندخل مع بعض على الموقع ونشوف ازاي بننشئ حساب جديد. انا هحاول اعمل كده، احنا داخلين على edmodo.org زي ما اتفقنا قبل كده. طبعا الصفحة دي فيها معلومات كتير، معلومات عامة وفيها ادوات يحتاجها السادة المعلمين، فيها حاجات للطلاب، فيها فيديوهات. تعالوا نشوف ازاي لو انا قاعد اول مرة اخش هنا ازاي اعمل حساب جديد. لو طلعنا فوق في المنيو اللي فوق نلاقي كلمة هنا مكتوب ابدأ، فابدأ دي لو دوسنا عليها دوسنا على كلمة ابدأ هتاخدني في مكان مختلف، مش عارف دوست عليها هتاخدني في الصفحة اللي حضراتكم شايفينها، هتلاقوا فيها معلومات اكتر عن الموضوع وفيديو كنا سجلناه قبل كده بيشرح
موضوع المشاريع البحثية وعناوين المكتبة الرقمية وعناوين منصة البث المباشر. طيب احنا اول مرة نيجي هنا، اذا كنت بتستخدم ادمودو لاول مرة هندوس على كلمة ادمودو اللي هنا. انا دلوقتي طالب وعاوز ادخل الفصل بتاعي وجالي من المدرسة حاجة واحدة، رمز الفصل، مش عايزين نتلخبط باي رموز تانية كانت عندنا ولا اي حاجة خالص. جالي من المدرس بتاعي أو من المدرسة أو من الأخصائي في المدرسة رمز أحد الفصول اللي أنا بدرسها. فلما نبص إيه اللي طلع لنا، يا إما أنا عضو في إدمودو هسجل على طول اسمي وكلمة السر، لو ما كنتش ولسه جديد خالص ما عنديش حساب هنشئ حساب جديد. طيب إيه بقى العلامتين اللي فوق دول؟ لو كان عندي إيميل على جوجل، بريد الكتروني على جوجل او على مايكروسوفت، ممكن استخدمهم مباشره ما انشئش حساب جديد، وده يبقى حسابي في ادمودو. لو ما كانش عندي هقول انشئ حساب جديد، فهيسالني اول ما اقول له انشئ حساب هيقول لي طيب هو انت معلم ولا طالب ولا ولي امر؟ كل واحد من دول بيبقى له رمز مختلف، يعني المعلم بيجيله من المدرسة رمز بيميزه كمعلم، الطالب بيبقى جايله رمز الفصل بتاعه أو أكتر من فصل، لازم يخش بواحد فيهم في الأول. فأنا أقول له أنا طالب عاوز أعمل حساب جديد، فتعالوا نشوف هيطلع لي إيه لو جيت هنا. بيقول لي اكتب اسمك واسم العائلة، فأنا أقول له طيب دخلني هنا، نحاول بس أجيب الكيبورد دي بعيد، لا مش عارف اجيبها هنا. طيب نكتب اسم كده، اقول له ادي اسمي الاولاني اسم العائلة، ده ممكن يبقى بالعربي او بالانجليزي، احنا بس بنكتب الاسهل دلوقتي. هيقول لي عاوز رمز الفصل، انا جالي رمز فصل اللي هو ده الفصل اللي احنا هندخل فيه دلوقتي على سبيل المثال يعني. ده الرمز ده جالي منين؟ ده جالي من المدرسة أو من الأخصائي الفصل اللي أنا أخش فيه. هنا بقى أنا مفروض أختار حاجتين، اسمي اللي أخش بيه كل مرة وكلمة السر اللي أنا برضو هختارها، فيش أكتر من كده. إحنا كل اللي كان محتاجينه عشان ندخل هنا رمز الفصل اللي هنجيبه المدرسة، غير كده اسم المستخدم ممكن يبقى اي اسم على فكرة، وممكن كلمة المرور تبقى اي كلمة مرور مقبولة حضرتك تألفها، ولكن احنا في الوزارة بنرشح لحضراتكم ان اسم المستخدم ده يبقى تكوينه نكتب MOE اللي هي وزارة التربية والتعليم Ministry of Education، وراها الرقم التعريفي بتاع الطالب عشان تسهل اولا ما يبقاش اسم مكرر، وثانيا نعرف منه مين الطالب ده. إنما إذا ما عملتش كده وكتبت اسم تاني برضو هينفع، يعني لو إحنا كتبنا هنا هكتب اسم أنا هعمله دلوقتي، هكتب مثلا MOE، هكتب وراها 1 2 3 4 5، هعتبر إن ده اسمي أو ما كتبتش MOE بس مش مهم. كلمة السر هختار كلمة سر يعني نسميها اختار كلمة كده، وبعدين هدوس على التسجيل المجاني في الآخر. اسم المستخدم ده مكرر فلازم أعيده، عشان كده بنقول تعالوا نختار اللي احنا قلنا عليه MOE وراها الرقم التعريفي، كده مش هيبقى مكرر. بس هنا الاسم ده مش عاجبه لأن في حد تاني كان مستخدمه، فأنا اخترت اسم مختلف وهقول التسجيل المجاني. كده متهيألي كل الحاجات عجباه، فهيسمح لي ان انا اعمل الحساب الجديد بتاعي اللي انا بنيته على رمز الفصل، ونقول له احتفظ بالمعلومات دي عندك. المهم هو انا كده دخلت جوه السيستم. اول سؤال هيسألوا لي عندك رقم موبايل او جوال بتاع ولي الامر؟
ممكن تكتبه او بريد بتاع ولي الامر عشان يخش، ممكن اعمل ده او اتخطى الخطوه دي. احنا كده خلاص بقى عندنا حساب. يا مساله الدخول على ادمودو سهله جدا، لو حضراتكم بصيتوا عليها، لو كان عندي ايميل في جوجل او مايكروسوفت كان ممكن اخش بيه من الاول. لو ما عنديش، كل حكايه بقى عندي رقم الفصل، رمز الفصل، وبكتب اسم مستخدم وكلمه سر بس. مفيش بقى لخبطه مع ارقام تعريفيه تانية او حاجات تانية عندكم، المساله بسيطه خالص. طب دخلت جوه، ايه بقى العالم اللي انا دخلت فيه؟ الفصل ده او المدرسه اللي احنا دخلنا فيها دي بتبقى مدرستنا. هنا مفروض يبان الفصول اللي انا عضو فيها في الحته اللي احنا فيها دي. هنشوف ده الواجبات الموجوده اللي حاططها الاستاذ اللي انا ادعوه يشرح لنا ايه ده. ده فصل هنا موجود ايه؟ فصلي الدراسي، الكود اللي دخلنا بيه او رمز الفصل بتاع علوم، ماده العلوم بتاعت اولى اعدادي. كان ممكن يبقى عندي خمس رموز، واحد للعلوم، واحد للرياضيات، واحد للجغرافيا. لما دخلهم كلهم التحق بمجموعه دي، لو انا عندي اكتر من رمز بدوس هنا واكتب الرمز الجديد يقوم يبان لي ده انا عندي فصل علوم وفصل رياضيات كمان، او فصل علوم ورياضيات وجغرافيا. هتترصص الفصول بتاعتك هنا لما تكمل ادخال كل الرموز اللي عندك، بس كنا محتاجين واحد فيهم عشان نبتدي عشان نخش هنا. بعد ما بنخش، لو انا بقى دخلت على الفصل بتاعي اللي هو علوم بتاع اولى اعدادي، هلاقي الواجبات اللي الاستاذ حطها لي هنا، الاختبارات او معلومات او حاجات، وهلاقي الحته اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض. هنا الاستاذ حاطط فيديو ممكن نشوفه، ممكن كمان زي فيسبوك بالظبط هنبتدي نتواصل مع بعض. الطلبه مع الاستاذ هيبقوا هنا. المنظر اللي احنا فيه ده بتاع الطالب، الطالب بيبقى شايف ده. ممكن اشوف فصولي الدراسيه، ادخل في حته الاقي فيها يا مكتبه المعلم بيحط لي فيها فيديوهات، بيحط لي فيها باوربوينت، بيحط لي فيها تعليمات، الاقيها هنا. الاعضاء دي بتقول لي مين زمايلي اللي موجودين على المنصه دي. في هنا 40 طالب، دول في الفصل نفسه، الزملاء، الطالب الجديد اللي دخل وعمل الحساب ده. فهلاقي كل زمايلي هنا، ممكن اكلمهم زي ما بكلمهم على فيسبوك بالظبط. حقيبه الظهر دي متخيلين ان في شنطه عليها الكتب بتاعتي. اي مثلا الاستاذ بعت لي فيديو انا عاوز اسجله عندي، اخده اروح دايس عليه وحطه في حقيبه الظهر بتاعتي عشان اكون مكتبه خاصه بيا. فوين الرسائل؟ لما ابعت رسائل لزمايلي او للاستاذ بعملها من هنا، بكتب رساله جديده علشان الناس ترد عليا، عندي سؤال، عندي اي حاجه. هنا المخطط ده او البلانر هو الواجبات اللي علينا ومواعيدها. ممكن انا اكتب لنفسي واجبات عاوز اعملها افكر نفسي بيها. فده مكان انا استخدمه عشان نتواصل مع بعض، نقرا المهام بتاعتنا. وده الفصل الوحيد اللي انا دخلت بيه. كان ممكن يبقى عندي كذا فصول وكل فصل فيه واجبات واقدر اتواصل مع زمايلي في الفصل. يمكن اللي يقدر يشرح دي بطريقه افضل هو المعلم اللي بيدير هذا الفصل.